إبراهيم الأمانة العامة العتبة العلوية المقدسة قسم الشؤون الفكرية والثقافية متمثلة بدار القرآن الكريم المحفل القرآني المبارك تثمينا للجهود المباركة المبذولة للأخوة المشاركين في تصحيح مشروع قراءة سورة الفاتحة المباركة في الزيارة الأربعينية. قد شارك في هذا المشروع أكثر من 11 محافظة ابتداء من البصرة الفيحاء وختاما بمحافظة صلاح الدين، وقد شارك أكثر من 160 مشارك ومشاركة في هذا البرنامج، وقد تم تكريمهم من قبل الأمانة العامة في العتبة العلوية المقدسة بإقامة هذا المحفل القرآني المبارك. حضرنا هذا اليوم لتكريم الأساتذة المصححين لتلاوة سورة الفاتحة في الزيارة الأربعينية المليونية للزوار العراقيين والأجانب. على طول الطريق نحن من محافظة البصرة، مؤسسة أهل البيت ومركز القرآن الكريم في قضاء القرنة، أجرينا تصحيحات لتلاوة سورة الفاتحة. وجدنا هناك أخطاء كثيرة عند أغلب الزوار، نادر ما القراءة تكون صحيحة، فنشكر العتبة العلوية على قيامها بهالمشروع هذا بتصحيح تلاوة سورة الفاتحة، وهي تلاوة مبتلين بها نحن في الصلاة اليومية. سورة الفاتحة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فنجدد شكرنا وتقديرنا للعتبة العلوية على جهتها في إقامة هكذا محطات على طول الطريق يا حسين لزوار الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام.